السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقه السابعه من لعبه باتمان اركم نايت. اريدكم نبدا تضغطوا زر سبسكرايب، وشكرا على دعمكم يا جماعه الخير بالحلقات الماضيه. الله يعطيكم العافيه، انا صراحه دعمكم جميل ويعني لي الكثير. تعليقاتكم الله ولايكاتكم الجميله ومن كل قلبي يا اخوان شكرا لكم، اتمنى توصلون دعمكم الجميل. خلونا يا جماعه الخير نكمل باللعبه الجميله جدا دي. بسم الله. طيب يا اخوان خلونا نكمل. اخر مره وقفنا هنا فدحين خلونا نكمل. ايوه اخر مره طلع لانه في زي الجزيره كده، عارفين كيف بالخريطه كده عارفين، يقول لي دمر شبكه اركم نايت الدفاعيه، عارفين في جزيره المؤسسين. الجزيره دي نحاول نوصل لها في كم الحلقه الماضيه يعني. فدحين راح نروح الجزيره دي، وان شاء الله راح نسوي المطلوب. بس بالبدايه يا جماعه الخير خلونا نطلع من هنا. ايوه البنت هذيك اللي اسمها اسمها باربرا، عارفين كيف البنت هذيك؟ الحلقة الماضية خسارة ماتت، عارفين قتلت نفسها. يعني لنا أكثر من حلقة كنا ندور عليها، وبالنهاية عارفين كيف؟ بالنهاية قتلت نفسها بسبب إنه اللي هو سكير كرو عارفين كيف؟ حط لها كذا زي الغاز، كان حبسها بزنزانة وحط لها رش عليها زي الغاز فخلاها تنقلب كذا مدري كيف وقتلت نفسها كذا بالمسدس. خسارة صراحة. فالبنت هذيك الضابط اللي اسمه جوردن عارفين كيف يصير ابوها، فهو الى الان ما يدري انه بنته ماتت. لو يدري حيلوم باتمان بشكل كبير. ما ادري دحين يقول هنا في مدافع لازم ندمرها. خلونا نروح ندمرها. ما ادري صراحه راح تكون سهله ولا صعبه. خلونا نجي كذا. يو الحلقه الماضيه يا جماعه الخير لعبنا مهمه للي هو ذو الوجهين. كانت مهمه جدا جميله، يعني قاعد اطلع صراحه بالحلقه الماضيه اللي انا سويتها. المهمات حقت ذو الوجهين من اللي فهمته انها كلها مهمات بنك، عارف كيف كذا هو يحاول يسرق بنك وكذا. فاحنا ايش نمنعه؟ فان شاء الله يعني المهمات اللي هو ذو الوجهين راح العبها كلها ان شاء الله. بدات انها ما هي مره طويله، اعتقد كل يبقى اربع مهمات. والبطريق كمان له مهمات في كيف. هذه هي جزيره المؤسسين. اوكي بس لازم ننزل تحت. ساتر لازم نساعدها بشكل كبير. انا هذه الطائرات اللي لازم ادمرها. بدري ما فهمت انا من باتمان انه كيف راح يدمرها. افتكر الحلقه الماضيه يقول زي المدافع كذا بيدمرها. بس ما ادري كيف صراحه. اوه انا خايف انزل هنا شويه. بس بالله اجي على هنا. وريني كذا. والله محدد الطائره. خلينا نشوف. If I can get hold of the communications chip inside that relay drone, I may be able to find a way to deactivate them. Inside the drone, يقول يعني جوة الطائرة دي. طب كيف نجي جوتها؟ هذا السؤال صراحة، كيف نجي جوتها؟ أي ما أدري كيف تجي جوتها. كي لا والله ما جينا جوتها، خسارة. خلينا بس نشوف كذا. ممكن ننزل كذا؟ اوكي كفو والله جينا. صدقوني ما توقعت انها تزبط، وانا كمان كان على بالي انه في احد جوتها. شو رايكم كمان بالبدله ذي؟ يعني صراحه مو انا اللي قلت، بس لكن يقولوا يعني افضل فيلم باتمان اللي نزل عام 2008 والله ناسي اسمه. فهذه البدله حقت الفيلم اللي نزل عام 2008 اللي يقولوا عليه افضل فيلم باتمان. الحمد لله الطائرات هذه مو صعب ان نعطلها. يقول لي دمر شبكة رادار اركم نايت. بس شايف الطائرات هنا. اوكي خلينا نشوف كذا. I need to destroy the radar before the drone comes back online.
نجي كده. بدري بدري دمره كده على طول. خير بس اشوف كده. اوكي والله بدك في الطياره ما شافتني، يعني هو الرادار اللي لازم نعطله كده. واحد من اثنين. اوكي كفو والله، باقي الثاني بس. يعني هذيك ما تسوي عندها شيء، هو المهم الرادار. ده مره واحد بقي الثاني. ماشي كذا شو هذا، ما عنده احد ولا والله اظن عنده اعداء. بالله بس اشوف، انا طلعت بزياده بس بشوف الوضع. الا والله عنده اعداء. اوكي بس بالله قبل ما نكمل يا جماعه الخير، خلينا نشوف عنده نقطه من نقط المهارات. والله ما ادري ايش ابغى افتح. بدنا قوي الدرع جهه اللي هو درع القتال، خليه مستوى 2. عارفين والله القتال ما هو يعني مو مره صعب. خلينا نجي جهه ال لا يعني وسط القتال. عارفين كيف اللي احاول اوصلكم يا جماعه الخير، وسط القتال يعني باليدين من غير اسلحه. عند القتال مو صعب بشكل كبير. فكه بس شوف كذا ايش في عندنا هنا. والله طيب هذي والله رهيبة. بس والله صراحة أنا يعني القتال أكثر شيء عجبني باللعبة ذي، فراح أفتح حاجة من أشياء القتال. عارف كيف؟ مشكلة معي نقطتين بس ما أقدر أفتح المهارة ذي. فا اللي راح أسويه نقول التقط سلاح. والله ما أدري أجيبها، خلونا نجيبها. كنت صراحة أبغى أجمع مهارات زيادة بس لكن خلاص خلونا نفتح مهارة. ذات المهارة ذي حلوة تشيل سلاح وكذا، فخلونا نخش فيهم ان شاء الله مقدر عليهم باذن الله. ما هم مسلحين. كفو. اوكي هذا كان اهم واحد. ده في الضخم كمان ان شاء الله، ما عليك راح تفهم معاه. شوف كيف شايله. اوه اوه انت بتبه. يا لطيف والله دول استلموني حقنا السيوف. ديه ديه اوكي قريب انهي لكم اياه. انهيه كفو. خلونا ندمر الرادار الثاني دحين. خلونا نشوف كده من هنا. ان شاء الله من هنا. شفت انا نقطة من نقطة المهارات ما راح استخدمها الحين على فكرة. I can use the remote hacking device to temporarily blind the sentry gun. Time we did the right thing. Massacre the lot of them and purify the. نشوف كده. وذا جهاز اختراق انبوت. ورينا كيشو. يقول انه مدى يدمر اللي هي ال المدافع دي عن بعد. يعني هذا المكان، هذا الرادار. خلينا نشوف كذا. نايس نايس. The drone sensors are temporarily disabled, but I can only hack one at a time. اوكي مؤقتة هي ما هي دائمة. اللي هو التهكير اللي دوبنا سويناه. ما اعتقد تلف. عارفين المدافع ما يبدأ تلف وتطرق عليها. كذا حطمنا اللي هو الرادار 2002. Alfred, I've dealt with the radar. Now there's just the trivial matter of a long-range missile launcher. Once it's been taken care of, I can deploy the Batwing to scan for the cloudburst. I'm heading there now. كل دمر منصات الصواريخ بعيدة المدى. شوفوا زعلوا، عرفوا انه احنا دمرنا كل شيء. خلونا نشوف كذا. هو المكان اللي نبغاه هنا. والله ذا شكله جهته.
فيك يا جماعة الخير، جاتوا على أعداء كثير، الله يستر. هنشوف كده. لا هم مدافع، هذول العدد لازم ناخذهم على هذا، عرفت كيف؟ خل بس يجي كذا. والله ما ادري جيتين يشوفوني، اشوف كذا ان شاء الله ما يشوفوني. انا لو اوه في واحد هنا. لا خل نجي كذا. والله نفسي ادخل هنا بس لكن هذا، خلنا ندخل هنا. هذا جاي في مكان من الذي ما يبدي يجي وراه. اسمع لك بمني تحت خلاص بإذن الله راح أقدر أنهيهم. أرفيك أو قاعد أشوف ال جاتو السيجنال، لازم انتبه إن شاء الله ما حد حولك. بإذن الله ما حد حولك. أنهيه أوكي أنا هنا. كفو ادخل لي هنا. هنشوف كذا. نايس والله جا في مكان مرة تمام. يا اوكي اوكي الان بالسليم. حلو هذا لحاله. انهيه ما ادري ايش معاه هذا. خلينا نشوف كذا. هذا كان مع الجهاز اللي كان يحاول، عارف كيف؟ اللي تجي له السيجنال كذا الاشاره ان باتمان حول، فخلاص قضينا عليه فما راح يجيبنا. اوكي اللي بقى لي كلهم فوق. والله تشوف شذا قديش. طيب كلهم نزلوا. والله بدنا نسويها بس خلوه اذا الثالث نزل راح اديهم اللي هو اللي. اوه شافني الله استغفر. والله ما ادري كيف شافني وانا تحت. والله خرب الخطه حقت. الله ياخذ اللي فوق. اطلع 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 برش اللي هو بطرق قنبله. فين اللي كشفني؟ كان اوريكم فيه. المشكلة قريبين من بعض. والله بدي ثلاثة هنا. طب منهم قريبين. لا يا باتمان لا. اوكي والله جيت بخربها. هذا كيف نزله ذا؟ ان شاء الله ذا لحاله. انتبه انتبه انتبه. لا باتمان ايش قاعد تسوي؟ والله خربتها. ديه والله ما ادري ايش كنت قاعد الف. انا غلطت اللي كنت حظي عارف كيف. خليني احط هذا اللي سحب عليه انا. اعتقد بقي له واحد بس لازم انتبه. اوكي بقي لي ذا بس. انها نايس نعم كلهم. خذ الحين دمر المدافع دي حقت الصواريخ. كيف دمر هذه؟ The armor on the missile launcher is too thick for me to penetrate. I need something with a little more punch. It's being protected by a defense shield. I can lower it in the control room. طيب خلونا نروح الكنترول روم عشان ننزل دي على اللي هي ال حقت الصواريخ دي. عارف كيف؟ I'll stay in the control room and bring the car in remotely. I can't let the militia get in here to re-enable the defenses. يا ساتر بتدمرها بالسيارة تخيلوا. Alfred, كيف يجيب السيارة هنا؟ والله ما أدري. قاعد يقول الألفريد إنه ينزل البرج. إيش رأيكم بالسيارة؟ حطيت لك سكن أخضر. في صارت كأنها يعني كأنها سيارة هذاك اللي اسمه ريدلر. والله ما اعتقد لازم ادمر الدبابات دي كلها. طبعا هنا كيف نطلع؟ معقول اطلع هنا؟
وريني كذا. الا والله يا مجانين، تبون انقز انك زي ذي كذا. شو اعتقد ازمه استخدم الونش. طب اتمنى الونش ذا ما اعتقد لازم تنزله. انك زي ذي ما مدك تجيبها. ما ادري شو بون اسوي. I'll take out the missile launcher after I destroy these tanks. ايوه لازم خلاص مبرمج، لا حول ولا قوة الا بالله. مبرمج انه لازم ادمر الدبابات ذي، يعرف كيف؟ انا شفت يعني غريب مو راضي يطلع اللي هو الونش. هذا شافني من الذين. والله قريب اصيده. اوكي يا سلام، زي ما انت تروح سيده كذا. نايس، باقي الاخير بس. اوكي يا اخوان، باقي الاخير بس. انهيه الحمد لله. خلاص الحين قاطفة الصواريخ، الفكرة بدنا ننهيها. بس ما ادري انك زي صراحة كيف اجيبها. ارفع زيادة كذا. خلاص الحين بس انقز. ساتر والله كثيرين معاهم. دارك نايت. عارفين الدرع اللي كنت لابسه الحلقة الماضية يشبه الدرع حق هذا أركم نايت. He heard you boys coming from a mile away. Those pointy ears aren't just for show, you know. Sir, the launcher is secure. As long as we control the skies, he'll never find it. اوه مداني اهجم عليهم. هو والله ما ضم مداني. نفسي ذا كمان الابيض شمالهم. خلينا نهجم اللي بعدوه. اوه هو كفو. يا سلام اخيرا. إشارة الرمة. صدقوا لي كنت راح انهي. اوه خلوا يحط قنبلة. ويا لطيف الله حوالينا مرة كثيرين. الله يستر. اشوف كذا. يا كثيرين. كفو. سلام نهايته الحمد لله. والله ما توقعت صراحة يعني ادركهم بالسهولة. يعني صراحة مدرك الوضع كله بقلي كم واحد بس. خلاص يا ساتر. ردي كذا. انا ذاك قهرني والله. شوفوا كيف قاعد اعالجهم. اعالجهم ليه؟ اوكي نهايته. لعل بخيس. يا سلام عليك باتمان دي هني. والله بدري كم جت فيه. ايش الشياكه دي؟ انا هنا صراحه بطريقه جدا حلوه. Tell me you have a name. I don't, sir. Of the few Arkham Asylum patients who weren't recaptured and sent to Arkham City, none appear capable of organizing and leading such an assault.
He's not a ghost, Alfred. He's got training and a grudge. Widen the search to include anyone ever committed to Arkham because of me. Sir? You heard me. That's a great many individuals, sir. I know, Alfred. I'm trusting you to narrow it down. يا سلام، قصدي كل عليها نطلق عليها عن طريق عن المركبة حقتنا، وخلاص رفعناها بالوينش. اوكي، انا لازم زيادة كمان، بس ارجع لورا واظبطها كده. جيب، يا سلام جبنا، الحمد لله وصلنا هنا. اقول لك اطلق علينا، لا خلط كده. والله ما ادري جماعة الخير اذا قاعد يسوي ضرر ولا لا. ان شاء الله قاعد يسوي ضرر، انا اتوقع انه قاعد يسوي ضرر. الحمد لله نهيناها. Alfred, the Arkham Knight's missile launcher is destroyed. I'm calling in the Batwing to start searching for the cloudburst. Upload the results to the clock tower once it's complete. خلينا نشوف المهمات اللي عندنا. والله شوفوا حتى البطريق له مهمات، والله نفس اللعب له مهمات، بس لكن يعني والله حتى اللي هو ذو الوجهين صراحة لعبت له مهمة الحلقة الماضية كانت رهيبة. المهمة دي اللي أبغى ألعبها نفسها سكير كروب، يعني وصلت 9.5%. أنا شفتها ومشينا بالقصة بشكل كبير. دحين خلونا نروح نشوف البطريق، يعني ما شفناه إلا مرة واحدة. A truck to follow. A weapons cache for us to destroy. Okay, now I'm thinking. المفروض اني فوق. We'll take turns. You do a little bit of, I don't know, crime scene investigating or some of Riddler's OCD. فدحين خلونا نروح لل فكة. خلونا نروح نلعب مهمة للبطريق. في بداية إنه أنا ما لعبت له إلا مهمة واحدة، صدقوني. فحابب اشكركم والله صراحة اخوان على دعمكم بالحلقات الماضية، شكرا لكم من كل قلبي. اكيد يعني طلب منكم يعني تدعمون الحلقات دي، ان شاء الله انا راح اقعد انزلها اول باول. فباذن الله اللعبة كاملة راح العبها، يعني عدت النص، شايفين كانت 95% واصل. اتوقع اللعبة راح اخلصها بالحلقة رقم 12 في كيف، بس والله ما ادري راح العب مهمات البطريق كلها ولا لا، او مهمات ذو الوجهين. وصراحه اشوف مهمات حقت ذو الوجهين نفس اللعبه كلها، بس البطريق والله ما ادري يعني. حتى الريدلر والله صراحه لعبت له مهمه الحلقه الاولى، لعبت له مهمه كمان كذا الحلقه الرابعه أظن. يعني احنا اللي يهمنا بشكل كبير اللي هي القصه، عارفين اللي عند سكير كروب. فان شاء الله يعني القصه الرئيسيه كده راح العبها كلها، المهمات الجانبية بإذن الله يعني. انتم يعني اللي وعدتكم اياه ان شاء الله انه كل حلقة اقل شيء راح العب لنا مهمة جانبية واحدة بإذن الله. بإذن الله راح اخلصها كلها. خل نشوف كذا، خلونا نحط البطاقية. هي دي قصدهم، دي بطاقية الاختلال؟ لا هذه هي، معلش. اوكي، نفس نظام المهمة اللي سويناها مع اول، عارفين يعني اول سوينا مهمة للبطل كانت زي كذا. بالبداية لازم نضيعه ونخليه يعني على باله انه ضيعنا، بعدين خلاص نشوف على فين راح يروحوا. فالمكان اللي راح يروحوا راح يدلونا في البطريق، يعني احنا لسه ما نعرف فينه.
شايفين حتى هو قاعد يقول لهم لا تقربوا باتمان عندي. اوكي خلونا وراهم. اوكي قاعد يقول له هيز جون، قاعد يقول له هيز جون انه خلاص راح. فدحين يا سلام الحين راح اروح المكان في اللي في البطريق. خلونا نروح نشوف. فصراحة ما أدري نهاية المهمات دي، هل راح نواجه البطريق ولا كيف النظام؟ راح ما أدري صراحة. المهمات والله باللعبة دي جدا حلوة، أبدا ما يمل منها والله، حلوة صراحة. هنشوف وقف هنا، بس يجي كذا شو. شو عندنا هنا؟ كنا شفت اعداء تحت، ان شاء الله ما في احد تحت. Penguin is using the Cyanus Industries building as a front for one of his weapons caches. I'll take point. Age before beauty, Bruce. I'll keep my entrance understated, as always. أمن المنطقة، الله ياخذهم شافوني. اوه رهيب والله مهارة، هذا اظن فتحت ملحق الماضي اللي قبلها. لا كيف كذا، بل هي لازم اسوي شيء. بس خلونا نحط 3 دي ممكن. يلطف كلهم فوق. والله ما ادري لازم اوصل هنا ولا لا. ولا اجرب ال جهاز الاختراق ممكن. اوكي خلونا نجيب المركبة حقتنا اللي ما ادري فينها، ان شاء الله مين بعيدة. فين هي؟ والله ما ادري دلنا. ان شاء الله باتمان مو بعيد الا هنا الحمد لله، والله كان بالنا بعيد بس الحمد لله قريب. خلونا نطق عليها. واحد وعشرين من الاعداء على عددهم. خلونا نشوف كذا، ان شاء الله مقدر عليهم. أنا ما أدري معاهم البطريق ولا لا صراحة. I should drop in and pay them a visit. طيب باتمان أبغى أدخل لهم من فوق. No way he's getting in here. Those guns will cut him in half. He won't come here. Trust me. Oh, yeah, right. اثنين مسلحين بس. Ended up sharing his cell with the missing link. Are you still bitching about that? اتوقع من هنا اطلع لهم. لا معلش ما اعتقد من هنا، خليني اجي من هنا. والله من هنا ما يمدي اطلع لهم، يكون من هنا يمكن. ايوه من هنا. نفسي صراحة الضخم انزل له. أو المسلحين، لا المسلحين الضخم. الضخم ما أعتقد من ضربة بدنا نقتله. ساتر ما جت بحد. أوكي أوكي هم واحد هم واحد.
اوكي معانا اللي هو شو اسمه ذاك، والله نسيت اسمه. نايت وينج اسمه، ايوه. رب الضخم ده حركة مزدوجة. اوه هو ذا اللي نبيه، والله رهيب المهارة. اعتقد ما يمديك تسويها الا لما العداد يتمله. عارفين العداد اللي على اليسار زي دحين؟ رهيب القتال باللعبة دي، بداية ما تفتح مهارات جديدة. عشان كذا الصراحة أنا شجرة المهارات دائما أركز على جانب القتال عشانه ممتع والله. خلينا نشوف ايش عندنا هنا. حطيت له بدلة جديدة ذا، ترى عارفين كيف؟ The work's good. I get to decide my own hours, and best of all, there's no boss looking over my shoulder. شبك فور بدلته كانت على ازرق، خليته كده على احمر. Promise me when we finally catch up with Penguin, I get some one-on-one time. He needs reminding Bloodhaven's off limits. اتوقع من اللي فهمته منه دوب، اتوقع نهايه المهمه دي نمسك اللي هو البطريق، بنسلم للشرطة أظن شيء زي كذا. أنا بس أرجع لورا جماعة الخير، فجر اللي هي عارفين. I shouldn't detonate until I'm further away. أنا بعد بزيادة. My count, Penguin must have at least three more of these caches in the city. That equals a lot of guns on the street. It's gonna be a long night, Bruce. I'm used to it. Just keep tracking those refrigeration trucks. And here I thought you might give me a real challenge. النايتوينج ده قاعد يقول باقي ثلاثة بس، يعني ثلاثة مستودعات زي كذا على الطريق، فإن شاء الله مع الوقت راح أخلصها. فخلاص راح نطلع من هنا. خلونا نختار مهمة جديدة. مهمات البطريق 40%، والوقت تمام، مي مرة كثيرة. المهمة دي أعتقد يعني كثر ما هي حلوة، اللعبة لما نزلت اللعبة بعام 2015، المهمة دي كانت عبارة عن DLC، يعني شيء تحمله تشتري بشكل منفصل، فما أدري بين عليها رهيبة. راح نلعبها ان شاء الله قدام، ما ادري صراحه مين بالضبط. ف راح كمان نلعب مهمات دول الوجهين ان شاء الله، بس لكن قدام خلونا نكمل بالقصه. I'm heading to the clock tower. Upload the data from the Batwing as soon as the analysis is complete. Very well, sir. فمهمات البطريق ما يمديك تلعبها ورا بعض، يعني لما اللي هو البطل ذاك اللي اسمه نايت وينج يلاقي مستودع ذا حق البطريق خلاص يصير يقول لنا وروح نعمل المهمة. فمع الوقت على فكرة يعني حتى اللعبة نفسها ما يبغى تسوي المهمات كلها ورا بعض، فين الجانبية يعني سكر الرئيسية خلاص ما ذاك ورا بعض. خسارة والله صراحة انه هذه ماتت، وهذا ابوها عارفين الضابط ذاك، بس يمكن هو وصل شيء زي كذا، ممكن زمان ما شفنا الضابط ذاك، يعني بديت اللعبة كنت نشوفه بشكل كبير. رهيب البذلة دي والله عجبتني.
Alfred, pull up the footage from the Batwing's onboard scanner. Certainly, sir. As you can see, the Batwing has completed an orbital sweep of Founders Island, but there's still no sign of the cloudburst. I will, of course, let you know when the situation changes, but I... Oh, one moment, sir. I'm receiving an emergency broadcast from the movie studios. Batman, I hope you can hear this. The movie studios are under attack. Robin is in trouble. Listen to me very carefully. You need to lock down that room. We can't let the infected get out. Of course. Tell me what. Henry! That's enough from you! Well, look who's too late to save the day. How's it going, Batbrain? It's been a while. Harley Quinn. So you do remember me. That's weird. Because you killed the only thing I ever loved. And now I find you've been keeping a whole new generation of Jokers to yourself. I know. Awkward. Don't do it. They're not stable. Oh, they're not stable? Maybe you want to take a look in the mirror sometime. يا ساتر هجمت على اللي هو المكان موفي ستوديو اللي كنا فيه بداية الحلقة. هذا مهمة. اوكي بس خلينا نطلع من هنا. المهمة الرئيسية ايش بينا؟ يقول يمنع هاري كوين من اخذ المصابين بداء الجوكر. خلونا دحين نروح. كان مو مرة بعيد. خلونا نروح. I'm sorry about Barbara Bruce. It's terrible. But look, just call the temp agency and I'm sure they'll send you another. يا اخوان وصلنا مكان نبغاه. بس ما ادري ما اعتقد انها لحالها. لا لا والله شفتهم على خير. لطيف الاعداد والجدد. والله المهارة دي مرة عجبتني. يعني لما فتحتها كانت تحتاج 4 نقاط من المهارات. فكة. فتستاهل والله النقاط دي كلها عشان مرة رهيبة والله. خلونا دحين نروح نقطع عليها ذيك اللي اسمها هارلي كوين. Open. Voice print failure. Access denied. غيرت الصوت حق اللي لازم يجيب صوته. يعني البوابة دي كانت تفتح بصوت باتمان لما يقول له افتح يفتح، بس لكن غيرته وخلته بصوته يشتغل. مزج الصوت مكتوب. خلينا نشوف. والله ترى ما ادري ايش قاعد الف. اوكي ما قاعد تسوي شيء اصلا. اشوف كذا. اوه اول كنت اقرا. ايوه هنا هنا العلم. اها جبتها. نايس. Now I can use the voice synthesizer to mimic Harley's voice and open the door. رهيب باتمان والله على تكنولوجيا جامدة. Maybe the radio's busted. If I find out they're slacking off, I'm gonna have Big Al tear their beauty lids off one by one. Don't even think about coming back down here until he's dead. يا لطيف ومدافعه والضخم كمان. ايش نسوي معاهم الجوكر؟
ما دام يضيعهم باللي هو wasting time on those شكل ما ادري يا اخي وخر عنا احنا نشوف كذا. What's confusing me is how the hell she found your top secret bat base. Bat base? She couldn't find her own reflection in. ان شاء الله هنا ما يشوفوني. It's like something was holding her back. Cover me, someone. I'm checking our wounded. I'll watch your back. والله ما ادري ايش اسوي هنا صراحه. يعني مت اكثر من مره. I can't give an order without choosing a target first. Oh, thank God that damn thing didn't. This will flush that freak out. They'll get suspicious if I use it too often. Good for them. Well, obviously not good for them, but it's. كوكونز اللي هنا. He ain't getting away again. Placing sentry gun. See how he likes a thermal barrier. كيف كيف واحد جاء؟ يا السلام عليكم باتمان. اوه اوكي نهايته باقي لي المدافع المزعجة دي. اعتقد مدني ايه ثواني مدافع اتوقع اتوقع مدني هي كذا. اي ادخل لي هنا ادخل لي هنا اعتقد الاخير بالله يقول الاخير بقي كلهم جوا. والله بيطلعوا يا حبيبي. والله مره ما يصير كذا. نجي هنا لا والله كثيرين. يا سلام خلونا نجيله من هنا. عارفين ابغاهم يجون انا ابغاهم يجون. كفو اللي جا واحد يا سلام عليك. اوكي تعال شوف ايش فيه. نايس اوكي الخطة ماشية تمام. والله انا اللي شايل هم المدافع دي ما ادري كيف صراحه. والله كني افتكر مداك تقطع عليها كذا وهذا يسرج من ورا بسرعه وادمره كذا. هيا هيا ما بقي كثير. والله قتلتها كثير الرشاشات دي. شوف فيكم احد هنا. والله على بالي قتلتهم كلهم. والله ما ادري فين راح الثاني. راح ياخذك في عينك. اوكي فوق. خلونا نروح ننهي. بعدها خلاص ما ادري ادخل هنا. يعني انا كل قاعد يطلعوا لي من جوا عارفين كيف؟ فخلصت على ما ادخل جوا اعتقد باقي ثلاثة بس. اما لما اطلع يقول لي كيف كذا؟ مو معقول البعيدين اللي هناك. لا والله. لا. ادري من فين جو ذولي. خلاص هذا الأخير أخيرا. والله طولت معاهم ترى. That's the thugs dealt with. Time to go after Harley. أوكي الحين هارلي. إن شاء الله راح ننهيها. يعني ما أدري صراحة إيش ألف وتحت. يعني إحنا كنا حاطين مساجين فيهم دواء الجوكر يعني زي ما تقول مرض الجوكر. ما أدري إيش سووا صراحة. إن شاء الله ما فكوا أسرهم. يعني تفتكر كم عمره واحد ضخم جامد والله. يعني كل السجنينهم اللي فيهم داء الجوكر يعني مرض الجوكر في كم؟ كم فيهم تروحوش يعني مبين عليهم جامدين.
فالله يستر. memories. You, me, and a ward full of psychotic killers. You've never felt so at home, have you? Here he goes. يا لطيف والله نظام ذا مرة طول معاه. نفتح باب الحين. مقعد وجه بعض ولا اه روبن اوكي. والله مدرعين ذولي خسي والله اللي ما عنده درع ده. اوه ياخذ مسكناه. حلو خلينا نسوي فيه حركه مزدوجه. كنت حطول معاه. وقتكم صدقوني خصبني يوم انا عشان اصرح اللعب تقول لك طبعا دق الزر كثير والله فتره بعض الاحيان. اوكي قلت انام كلهم. اشوف كذا Joker, Harley's got him, and they ain't leaving this place until you're a corpse. How did she find us? How did she get in? I'd let him know if I were you. He's not always in such a good mood. How should I know? I guess she's smarter than you think. Not likely. فنسالنا قلنا له فين المصابين اللي كانوا بالزلزال عظيم. Good idea. فقال أخذتهم هارلي. عشان انهم هم جوكر كذا قالت. لكن هم ما هم جوكر هم فيهم داء الجوكر شيء عارفين كيف كذا زي المرض حق الجوكر. Maybe there's no trace of a hack. If they're still here then the facial recognition software will find them. Got them. Albert King's in the Wild West set. Looks like he's gearing up for a comeback bout. They took Christina Bell to the haunted house set. Harley's left armed guards to protect her. Charisma's on the soundstage. I can't tell what he's got planned. رهيب والله مهم الحين ارجع المصابين بدال جوكر الى زنازينهم. فين كيف؟ كل علينا الحين. ما ادري يقول لي بالبدايه اخبط على جوني كاريزما في مسرح جي اتذكر ذا جوني كاريزما. ما ادري هذا جوني كاريزما قريب في موقع الا والله محددهم كلهم فكل اللي علي بس عارفين كيف اختار انا مين ابغى والله ما ادري يعني خلينا نبدا باقرب واحد. من اقرب واحد تقريبا ذا هذا هو اللي بمسرح اللي يقولوا عليه مسرح اسمه جوني كاريزما. من اروح له recognize me in this blank death mask you call a face. I mean it does do expressions right. Henry lock down this door only let Robin or myself back through. اه احنا راح نبقى بالمكان ذا زي الملاهي كذا كل واحد كي تروح له من جهة. ايوه ستيج مكتوب بي بس هو كان مكتوب اعتقد اللي هو المسرح
anywhere near Bell. She jumped on Hudson, scratched out one of his eyes. الطريق ما راح يكون سهل. What did Holly do? Nothing. كثيرين هنا. اوكي كفو. الحمد لله لا ندخلهم كذا على طول. حلو نحنهم كلهم الحمد لله. نجي من هنا؟ ما عاد غدينا من هنا. فدحين خلنا نكمل عليه هنا. يا ساتر. كنت بشوف المهارات بس خلاص قدام ان شاء الله. هذا بقى لازم تجي من وراه. روبن. You wait here while I get behind him. We'll take him down faster if we work together. والله غبي. ننزل كذا. هاجي من ورا ودي. والله يا فرش وفرش. الحمد لله وانا هنا. Did I pass? You need practice. Come on. كان جيت هنا معليش اخبط صراحة. والله اللعبة صراحة الآن جدا جميلة كأنها لعبة من لعبة الجيل الجديد. احنا ما شاء الله تخيل نزلت 2015 قبل 7 سنين. Come on lady, we need to get you someplace safe. Are you kidding me? I'm getting front row seats! Anything happens to her, Holly will kill you. Yeah, he's right. And if Batman sees how you've treated me, he's gonna knock out you and you. Well, maybe not you. Definitely you. And you. Oops. Well, that evens things up a little. Anyway, when he's done with you chumps, me and Bats will have this place all to ourselves. So get out there and make him show you how much he wants me. You heard the lady. Let's go. Jeez, she didn't need to kill him. Are you dumbass? Come on, Helena. Yeah. She's all locked up, safe and sound. That girl is very important to me, so I'm not gonna take any chances. Take him now. Remember who's in charge. إن شاء الله ما حد يشوفه. Up high. Now, I say when you strike. Got it. ما رأى شيء حلو والله. اوكي اثنين صعب. يا سلام والله مره شيء حلو. انا اسوي اللعبه دي والله رهيبه. يعني اركم سيتي واركم نايت ما اركم سيتي وديكو اركم اوريجن عارفين الجزئين اللي قبل دي ما هذول القريبين. اوكي اطلع بسرعه. خذ دي لازم اديها. عارفين ما كان فيها زي كذا انه تلعب اكثر من بطل خارق. والله ما ادري هذا اللي افتكره صراحه. ممكن ناس يعني لعبت رزال ماضي زمان. اوكي هذا خلونا نخش فيه. صدق ولا مو صعب؟ تحسه صعب بس مو صعب. صراحه ما ادري اللعبه الجديده حقت باتمان اللي اعلنوا عنها. ادري احسها لعبه اونلاين يعني ما فيها باتمان عارفين. وما ادري عن الاستديو ذا صراحه.
العابه دائما جميله، ما عمره خيب ظني. ف ان شاء الله لعبتهم القادمه كما راح تكون حلوه حقت باتمان. Too dangerous. We need to clear the room first. كم قتلتهم كلهم انا؟ ما بقى واحد بعيد هناك. والله ما ادري قتلتهم كلهم. اللي هنا جوا صراحة ما ادري كيف ادخل لهم. والله مو معقول اللي هناك لازم نقتله، معقولة؟ لا والله خلينا نقتله. لا يا روبين. Batman strikes. I need to have his back. عندي كده. Find a high vantage point. كده الأخير. لا لا مو الأخير. You heard Harley. Find Batman and kill him. Not a problem. You hear that, Bat Freak? We're coming to get you. واثنين من ذولي. طيب هذا أول واحد راح يموت. والله تفرق بطريقة ذكية الله ياخذه. Where? In front of the haunted house. Okay, okay. Be quick about it. اوكي هذا الحال هنا. يا سلام طلع لي هنا. شكرا. برد سمعوني. ولا والله لسه كثير. اوكي انزل له. والله خربته. نطلع لفوق اشوف كثر واضح. مش كثيرين من الضخام كلهم قريبين من بعض. كسر لحاله. ما ادري ليه ما يبغى يحدده. نايس وكذا لحاله. فرصتي. اي لا ان شاء الله ما يجيني. والله ثاني وراه. شايفني انهيه. اوكي بقيت ثاني بس. لا والله الاخير هذاك شنها روبن. اوه لا والله تريد تريد من اللعب ولا الحمد لله. اوكي انا هنا الحمد لله. نحن خلونا ننقذ هذيك كريستينا بيل، يعني أول واحدة من المصابين. She clawed half my face off. Be honest. How's it look? Like you're too slow. هذا ما ادريش بصراحة. خلونا الحين نكمل خلاص. هذه أول وحدة مسكناها. خلونا نروح هنا أقرب.
والله ما ادري فين جيت انا. اطلع من هنا. اعتقد بالبداية لازم نديها الزنزان. اعرف كيف. بعد اروح اللي بعده ممكن. والله ما ادري. والله مستحيل نجعلني هنا. I'll take her back to the cells. Henry, Robin's heading your way. Let him in when he gets there. Of course. I take it this means you stopped one of those monsters. Yes, but I'm not done yet. Okay, خلاص روبن راح يوديها السجن. On that last one, Bats. Remember Jason Todd? Oh, what a whiner. Always complaining. We're both better off without that. يا دول بيستقبلوني على طول كذا. معقولة كذا؟ So what do we have here? والله البوابة دي ما أدري كيف تفتحها. You wanna hear this? You come see me. Ignore this freak. ما أظن والله. ما أظن بدنا نسوي كذا. طيب طب حجيكم على الذين حجيكم. أنا بدي أروح هنا. ستيج سي عارف كيف. والله ده ما أدري كيف أجيله. من هنا. It can be immobilized with an explosive charge. Using the voice synthesizer might work. That wall don't look good. Go take a look. What you got here? والله يا غبي. والله بس نجيب علينا عارف كيف هني. نايس معنا. Someone there? Jason, I thought you were dead. Batman? Is that you? Batman's not coming to save you, Jason. Who come? It's been 6 months now, Jason. I think it's time to face that. Screw you. What do you mean, Jason? That كنه روبن بس لكن. واحد مختلف والله من متأكد. Not that it'll do you any good. Why won't you just kill me? أتوقع شخصية كان موجود بالأجزاء الماضية في كيف هو مات. Not yet anyway. وما أدري دحين بس ما يتذكر. My sidekick now. Imagine it. You and me out on the streets, starting fights, picking on the weak. A regular dynamic duo! Just like Bats and that new kid of his. No, he wouldn't. You think? So, this isn't Batman then? Oh, weird. The pointy ears are usually a dead giveaway. I didn't want to show you that photo. Really, I didn't. But, well, it was the only way for you to get closure. Now, I know it hurts. But sometimes you gotta be cruel to be kind. والله طيب بان كان يعذب الجوكر الله ياخذه. جايبين كيف المعلومات عنه. Are you okay? I'm fine. Let's get the next one. Sorry, Bats, but I was planning a duet for us. Can Bird Boy wait out there and listen to us make sweet music together?
اتوقع لازم يحط رقم السري بس شو رقم السري ما ادري. This lock is mechanical with no digital components. I won't be able to use the remote hacking device. Henry, I need your help. Of course. Anything. I need you to send me the CCTV footage from the camera in stage C. You can use the computer in that room to do it. Okay, I'll try. Computers really aren't my specialty. You can isolate the data using the panel on the right. Slide your finger along the dial until... Like this? Oh, this technology is very interesting. Okay, I can see the camera. Now highlight the track for the last 10 minutes. And... Done. So I see. Thanks, Henry. خلونا نشوف كذا لما نمشي سر الدار راح نعرف رقم السري. بعديك باين صدقوني. على طيب كيف بجيبه دحين؟ كأنه خمسة أظن. واحد تسعة بلاي. ثواني بس. كده ثمانية ورقم أربعة. This is taking too long. حصل عليك يا بسمان. Charisma's wearing a bomb vest. Another bombs around the room. Got it. نفس قنبلة الله ياخذه. Don't be shy. There's room up here on stage for two. No, really, I insist. As you can see, the crowd is so excited, it may just explode! Nobody serenades you but me, Bats. Take it away, boys. Take me on home. To the asylum. Never alone. In the asylum. Anarchy rule, it was wild, but through it all you never smiled. طيب عندنا خمسة متفجرات. Take me on home to the asylum. خلونا نطلب واحدة. Never alone in. يعني صراحة هو فيها موسيقى بس كان كاتمها. Anarchy rule. فينا عشان لا. الأغاني صراحة باللعبة دي عليها كوبي رايت كيف يعني يوتيوب صراحة يعني يحذف الفيديوهات وكذا. كيف بقينا ثلاثة بس؟ لا. والله ديك ما أدري كيف برجع لها. That was the night you let me die. But when I looked you in the eye, that's when I knew. شلون لحق؟ Look who's laughing now. I'm stuck in your head and I'm laughing. I feel you with dread. تحس في شيء للريدلر هنا والله مو وقته. Your parents are dead and I can't stop laughing. What else can I do? Now I'm part of you. كل واحدة بس من المتفجرات. Prince of crime. And we've had a hell of a time. You're part of me, I'm part of... That's all the bombs disarmed. Time to take down Charisma. خلاص دعم بقى كاريزما بس. ومو الجوكر بس. بس ما ندخلوا الجوكر. ولو ذاك اسمه جوني كاريزما. بقى هو بس. خلوا بس يلف جي من وراه. I'm with you till the end and I can't stop laughing. I killed all your friends and I can't stop laughing. No encore? And he's a professional singer. Even Alfred sings better than this guy. Good work, Robin. No problem. Call it my contribution to music. Let's get Golden Tonsils here back to the cells.
قبل دحين نروح للزنزانة. الله عجبني باتمان لما قال ما عندي وقت انا ودمر اللي هو البوابة ذيك الفرق من السري. Alfred, we're almost done here, and we need to make up for lost time. Prepare another upgrade for the car. Absolutely, sir. Would you please make your choice? طيب احنا عندنا ترقيات للسيارة. قال لي شو زين؟ ولد الأسلحة نموذج 4 على الأقل. خلنا نفتح دي. فيروس وحدة المعالجة. والله ما أدري إيش هي بس خلنا نفتحها. Oh, yes. Very good, sir. I'll let you know as soon as it's ready. طيب يا جماعة الخير أنا راح أنهي الحلقة هنا. الله يعطيكم العافية على المشاهدة. إن شاء الله راح نكمل الحلقة القادمة. كذا وصلنا لنهاية حلقتنا دي. شكرا على المشاهدة. الحلقة القادمة راح نمسك اللي هو ذا اسمه ألبرت كينج. فأتمنى ما تحرمون من دعمكم. إن شاء الله يا جماعة الخير أشوفكم في الحلقات القادمة. في أمان الله.